السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة مرابطون، أهلا بكم. احتجت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أمام مقر سلطة التنظيم بالعاصمة نواكشوط، تنديدا بما سمته الجمعية عدم تعاطي السلطة مع مطالب المستهلكين المتضررين من شركات الاتصال بالبلاد. وقالت الجمعية إنها أطلقت حملة توعية تستمر شهرا للفت أنظار شركات الاتصال إلى معاناة المشتركين فيها جراء الخدمات التي تقدم لهم. أعلن عدد من الصحفيين تقديم لائحة باسم السلطة الرابعة للمنافسة على نقابة الصحفيين الموريتانيين خلال مؤتمرها المرتقب. وعبر رئيس اللائحة الإعلامي أحمد للبو عن السعي إلى خلق إطار صحفي يدافع عن حقوق الإعلاميين ويوحد صفوفهم، مؤكدا على بذل الجهود وتوظيف الطاقات في سبيل حصول الصحفيين على التكوين من أجل صقل مهاراتهم وتطوير معارفهم. احتفى اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين خلال أمسية أدبية نظمها بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط بالشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي. الأمسية الأدبية شارك فيها عدد من الأدباء والشعراء، كما حضرها العشرات من مناصري شاعر القضية الفلسطينية. أطلق الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا أسبوعه السابع حول الدخول الجامعي، ويناقش الأسبوع آليات الدراسة ونظم سير التعليم في الكليات والمعاهد من خلال تقديم المحاضرات وتوزيع المنشورات. وعبر الأمين العام للاتحاد حبيب الله اللقاع عن التطلع إلى تجاوز ما سماها الصعاب التي قال إنها تواجه التعليم على المستويين الأكاديمي والخدمي، داعيا إلى إعادة تقويم شامل لتحديث المنظومة التعليمية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. إلى اللقاء.